انا حناها اليوم ولدي جيت عضيفة عندهم، واليوم ولدي انت شفت هذاك الشيء ولدي شتا ولدي هذوك المجرمين ولدي اللي جاو خمسة جايين تابعين ولدي ملي ما جبروش ولدي سقطوا مرتو ذبحوا بنتو كربسوا امو كربسوا واحد شادة من اليمن واحد شادة من اليسر واحد ولدي نضربها في الجنوب من كفاها صح حسيت ولدي صافي ترفعت ولدي بعد شد الدرية مدبوحة وشد الدمايات جاية معقفاها ولدي صافي الدرية طاحت غوقتت وطاحت خمسة مجرمين ولدي حاشا واش هما الرجال كانوا رجال يشوفوا العيالات يرجعوا هما كانوا تابعين ولدي باغين يقتلوه اللي ما جابروش ولدي ذبحوا بنته وسقطوا مرته وعروا مرته وكرفسوا امه وشتفوا على امه ما عرفوا قد حناهم ولا قدمهم واليوم ولدي كان نطلب حقي وحق بنت ولدي رانا بعد كان شو باقا كان تخيل في الذبح ديال بنت ولدي رانا كان طج من الفراش من الفراش كان طج من بنت ليا الجنوي ودوز على بنتي والاخرين شاد النهار انا ولدي وليت كانت ترفع باقا اليوم كانت ترفع من الفراش ملي كانت تفكر الذبيح ديال بنتي واليوم ولدي كان طالبو يكون شي حكم اللي يبرد لنا ديك الحقرة ويبرد لنا ديك الهليبة ديك الحقرة اللي حقروا علينا احنا عيالات وبنية عاد 14 عام دقزوا عليها ما حشموا مراعاه وحنا معدبنا ولدي 16 ولدي وحنا معدبنا وحاسبنا الى الحق سبحانه اللي خالقنا وخالق اتي محمد كاملة الله اللي حاسبنا ولدي كنوجهوا الناس كنطلبوهم ربي والناس اللي واقفين معانا يرفعوا كفوفهم معانا ويطلبوا معانا اللي خالقنا وخالقهم هادشي يا ولدي اللي كنطلبوا عند الله تكرفصوا علينا ولدي بزاف ما حنونا ولدي بزاف عذبونا ولدي بزاف ست شهور ولدي وحنا طالعين هابطن وما عندناش وما في حالناش كنطالبوا الحكم يبرد لنا الهلوبه اللي في قلوبنا الدرية باقا اليوم ولدي كتعاني اليوم الدرية ما نقدرش نوصفها لك في العيشة اللي عايشة عند 14 عام ولا بحال عند عامين ما يتقطعش عليها الدواء ولدي ديما الرعافة ولدي راه ولات بحال الشمعة ديال 10 دريات قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديدة ديروا شير الفيديو وبارتاجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.